قام بريد المغرب بمجموعة من المبادرات في إطار إدماج اللغة الأمازيغية، نذكر على سبيل المثال منها إدراج اللغة الأمازيغية ضمن العناصر اللغوية المكونة للطابع البريدي، خاصة بالنسبة للإصدارات الخاصة من الطوابع البريدية، إضافة إلى استعمال اللغة الأمازيغية في بعض العمليات التواصلية والتشوير أيضا، دون إغفال الدور الذي يقوم به بريد المغرب في مجال التعريف بغنى وتنوع الثقافة الأمازيغية ببلادنا. ومن شأن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين مجموعة بريد المغرب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن يدعم ويؤطر توجه بريد المغرب نحو الإدماج التدريجي للغة الأمازيغية والمساهمة في تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة الوطنية.